بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم رح ناخذ الدرس السادس من درس وحدة الأعداد جمعها وطرحها. رح ناخذ درس جمع الأعداد. فكرة الدرس أجب ناتج جمع عددين ضمن 6 منازل. الآن رح ناخذ طريقتين للجمع، الطريقة الأولى اللي هي طريقة الجمع الأفقي، والطريقة الثانية اللي هي طريقة الجمع العمودي اللي هو جمع باستخدام المنازل أو ممكن أستخدم فيها لوحة المنازل. رح نبدأ أولا بالطريقة الأفقية. جمع اليوم كله يا رابع يعتمد على ايش؟ يعتمد على ترتيب المنازل تحت بعضها البعض. اذا جمع اليوم كله بيعتمد على ترتيب المنازل تحت بعضها البعض. تمام، ولكن في عملية الجمع الأفقي احنا ما نستطيع ان نرتب المنازل تحت بعضها البعض، فشو لازم نعمل؟ نحدد المنازل ونجمع المنازل المتشابهة مع بعضها. أول خطوة جمع الآحاد. إذا أول خطوة عندي جمع الآحاد، يلا وين الآحاد؟ هي الآحاد، بعمل هيك الآحاد مع الآحاد. يلا 5 زائد 9 يا رابع كيف بجمعها؟ بحط 9 بعقلي والخمسة على 9، 10 11 12 13 14. إذا بحط 4 دائما بنحط الآحاد 4 وبيد ايش؟ يد واحد على المنزل اللي هون، يلا على منزلة العشرة. الآن بدنا نجمع ايش؟ منزلة العشرة اللي هي 2 6. 2 زائد 6 قد ايه؟ 8. و1 قد ايه؟ 9. الآن رح نجمع، هي احنا جمعنا ايش؟ جمعنا العشرة، نمشي منزلة منزلة في الربع في العدد. الآن رح نسمع إيش جمع المئات. وين منزلة المئات هذا؟ هاي منزلة المئات في العدد الأول، هاي منزلة المئات في العدد الثاني. 9 زائد 2 قديش يا رابع؟ 9 زائد 2 هاي 9 10 11. 9 10 11. إذا بحط 1 بحط الآحاد 11 مش هي آحاد وعشرة، بحط 1 اللي هو الآحاد، منزلة العشرة بحطها باليد وين؟ العدد اللي هون. الآن أجمع آخر منزلة اللي هي إيش؟ جمع آحاد الألوف. 1 زائد 3 4 زائد 1 باليد قديش؟ 5. شايفين الناتج يا رابع؟ هي عملية جدا سهلة، إنه إحنا بس المهم نجمع النازل المتشابهة مع بعضها البعض. إذا أهم إشي إني أنا أجمع المنازل المتشابهة مع بعضها البعض. الآن رح ننزل لطريقة الجمع العمودي، جمع باستخدام المنازل أو لوحة المنازل. شو يعني جمع باستخدام لوحة المنازل؟ تعالوا شوف العدد عندي هنا 10 مئات ألف. شو بدي أكتب؟ عمل أكتب لوحة المنازل، يلا أحد بعدين عشرات بعدين مئات بعدين آحاد الألوف. باجي على العدد الأول، هاي برتب منازل تحت المنازل، يلا بحدد 9 6 2 3، بحط إشارة الجمع هون. العدد الثاني عندي هي 5 2 1. شو بعمل؟ أنا ببدأ بعملية الجمع، يلا آحاد مع آحاد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات، آحاد ألوف مع آحاد ألوف، بس نفس الجمع الأفقي، يعني أنا بجمع آحاد مع آحاد، عشرات مع عشرات، مئات مع مئات، آحاد ألوف مع آحاد ألوف، ولكن الفرق إني هون بشكل أفقي هون رتبته بشكل عمودي تحت بعضهم البعض. نبدأ الآن يا رابع، 9 زائد 5، يلا 9 بعقلي والخمسة على إيدي، 9 10 11 12 13 14. بنحط اليد 1 دائما لما يكون ناتج الجمع عندي عشرات، يعني منزلتين احاد وعشرات، بنزل منزله الاحاد في الناتج ومنزله العشرات وين بتصير؟ منزله العشرات بتصير باليد على المنزل اللي بعدها. يلا 1 زائد 6 7، 7 زائد 2 7، 8 9، هي 9. 2 زائد 9 قديش؟ 11.
ايش يا رابع؟ بلغ عدد زوار مدينة البتراء لشهر أيلول من عام 2018 ميلادي 19189 أردنياً وعربياً زي ما هو مكتوب على اللوحات. مجموع السياح اللي كان الأردن وعرب، كان الأردن وعرب. أما أجنبياً فكان عندي إياه 41886 أجنبي، فكان مجموع تعرفت هون حاطط لي مجموع، فكان مجموع زوار المدينة. بداية يا رابع بدي أطلع ناتج الجمع من خلال التقدير، بعدين أجمع عامليًا وأشوف هل أنا إجابتي راح تكون صحيحة أو لا. يلا يا رابع تعالوا نطلع ناتج الجمع إيش بالتقدير. عندي مجموعة 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 بدي أقدر الأكبر من الواحد راح تروح تسعة، أعطيها واحد بتصير 2، بثفر 4 منازل زائد 4 راح تروح على الواحد ما راح يعطيها إشي، بنزل 4 وبثفر 4 منازل، ناتج الجمع اللي هو راح يكون 60,000. هذا إيش؟ جمع استخدام عملية التقدير. قلت لكم جمع استخدام عملية التقدير بعطيني إجابة قريبة من الإجابة المعقولة والإجابة الصحيحة. الآن بدنا نجمع إيش بالطريقة العمودية اللي هي نحط الأحاد تحت الأحاد، عشرات تحت عشرات، مئات تحت المئات، وأحاد الألوف تحت أحاد الألوف. يا رب يلا رتب العدد المنازل تحت بعض. عندي هون 9 تحتها راح يكون العدد الثاني 6، 8 تحتها 8، 1 تحته 8، 9 تحتها 1، 1 تحتها 4، وببدا بعملية الجمع من الآحاد العشرات. في عملية الجمع دائما نبدأ من اليمين إلى اليسار، ما حدا يتحول ويروح يجمع من اليسار لليمين، تمام؟ يلا 9 زائد 6، حطوا 9 بعيدكم 6 على إيدكم، يلا 9 10 11 12 13 14 15، إذا هون عندي 5 وباليد 1، 8 زائد 8 16، 1 17 7 وباليد 1، 1 زائد 1 2، و 8 قديش؟ 2 8 9 10 0 وباليد 1، 9 زائد 1 10 زائد 1 11 1 وباليد 1، 1 زائد 1 2 زائد 4 6. قديش طلعت عندي الإجابة؟ طلعت عندي إياها 61,075، وهي إجابة قريبة من إجابة التقدير، إذا حلنا ماله صحيح. الآن رح نبدأ بحل أسئلة كتاب الطالب صفحة 32 وصفحة 31. الآن رح نجد الجمع بالطريقة العامية، نبدأ مباشرة مرتبين عامية للمنازل كلها تحت بعض البعض. 9 زائد 5 9، 7 زائد 5 7، 8 9 10 11 12، 2 باليد 1، 1 زائد 1 2 زائد 8 ايش 10 باليد 1، 8 زائد 1 9 زائد 1 10 باليد 1، 1 زائد 2 3، 3 زائد 5 8، والثلاثة اللي ما في تحتها منزل الأجنحة بتنزل كما هي، إذا نزلناها كما هي لأنه ما في منزلة مالها تحتها. يلا نروح على المسألة اللي بعدها، بنبلش مرتب المنازل تحت بعضها، 1 زائد 4 5، 6 زائد 0 6، 7 زائد 9 9، 10 11 12 13 14 15 16، 6 باليد 1، 1 باليد زائد 2 3 زائد 0 3، 5 زائد 8 8، 9 10 11 12 13 13 باليد 1، 4 زائد 1 5 زائد 3 8. هاي ناتج الجمع بالطريقة العملية. بدي لكم يا رابع كلكم تصيروا سريعين في عملية الجمع. الآن نكمل على المسائل اللي بعدها، راح نطلع ناتج الجمع ولكن بشكل ماله بشكل أفقي. يلا نبلش، راح نجمع آحاد مع آحاد، 2 زائد 0 2، عشرات مع عشرات، 1 زائد 6 7، 5
واحد. 5 زائد 1 قديش؟ 6. يلا واحد اللي هون اللي هي احد الالوف زائد 2 قديش؟ 1 زائد 2 3. 5 زائد 2 7. ضلت عندي 6 في منزل اجمعها محلها انزل زي ما هي. اوكي يلا ننزل على المساله اللي بعدها. يلا نبلش احد مع احد. 1 زائد 3 4. 2 زائد 2 4. 2 زائد 8 9. 10 ضرب 0 باليد. 1 على المنزله اللي بعدها اللي بعد 8. 8 زائد 1. 8 زائد 1 قديش؟ 9. 1 10 ضرب 0 1 باليد على المنزله اللي بعدها. يلا 2 زائد 7 7. 8 9 1 باليد 10. هاي 1 باليد كمان هون. اخر منزله اللي هي 4 زائد 2 4 زائد 2 6 1 7. تمام. هلا هاي المساله الرابعه اللي احنا حليناها. الان رح نيجي للمساله الخامسه. هي بلغت ارباح احد الشركات الكبرى 357,419 دينار خلال احد الاعوام. و 395,830 دينار خلال العام الاتي. فكم مجموع الارباح التي يعني بده ارباح الشركه خلال الاعوام التي مضت؟ انا رتبت الارقام تحت بعض البعض بطريقه عموديه. الان رح نبدا بجمعها. 9 زائد 0 9. 1 زائد 3 4. 4 زائد 8 8 9 10 11 12. بضرب 2 وباليد 1 على المنزلة اللي بعدها اللي هي منزلة شو هون؟ منزلة أحد الألوف. 1 زائد 7 8 زائد 5 8 9 10 11 12 13. 13 باليد 1. 1 زائد 5 يا رابع 6 زائد 9 يا رابع 9 10 11 الدول الثلاث يا رابع.